الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم صابرين من مطبخ ماما. انا اول مره اعمل قناه واول مره اتكلم ومرتبكه، معلش بقى سامحوني. بس هحكي لكم النهارده موقف معايا حصل. كان هيتنصب عليا نصبايه صغيره كده، بس الحمد لله رب العالمين، ربنا لطف بينا وستر. هحكي لكم الحكايه من الاول. انا عندي خلاط يعني تعبان شويه، مجهد حبه كده، يعني من تاثير الزمن، يعني بقى له ربع قرن وشويه فشغال، يعني كتر الف ايه خيره. فقلت ايه، استعين بالله، بدل ما بيغلبني اجي اعمل طعميه، يغلبني اجي اعمل طحينه، عايزاه. قلت ايه، اجيب محضر الطعام بالمره عشان ايه افرم فيها كفته فراخ، افرم فيها حاجه بدل ما الخلاط يتعبني وكده ويساعدني برضه. فاستعنت بالله واستخرت وقلت ايه، فاذا عزمت فتوكل. قلت ايه، استعين بالله، وفي محضر الطعام شفتها على النت ب 1100. قلت ماشي، سعرها ما شاء الله جميل، اللهم بارك، و1000 واط. طلبتهم في الاوردر، قالوا هيجي لك تاني يوم. قلت لهم لا، انا عايزاه يوم الجمعه بحيث ان ولادي يكونوا قاعدين، بحيث ان يبصوا عليها معايا، اللي ما يفوت عليا ان هم يشوفوه برضك، خلاص كده. فاللهم المستعان، جم فعلا عند اذان المغرب او قبل اذان المغرب بشويه. دخل بكرتونه حاجه كده ما تكملش كيلو، حاجه كده صغيره خالص، وقال دي هي اللي فيها المحضر الطعام. فتحها لي، حاجه كده يعني عيل صغير يشيلها. طب جربيها حضرتك. اجربها؟ بتتجرب. اه. طب ايه دي؟ دي بتاعت الفواكه، دي الطحانه، ده خلاط. طب فين بتاعت اللحمه؟ جاب لي بتاع حته صغيره كده، يعني ما تاخدش 4 معالق شوربه، او يعني للضمير يعني ممكن يكون 6 معالق شوربه. طب دي حضرتك هتفرم لحمه؟ اه هتفرم لحمه. ازاي يعني؟ قال انا ماليش دعوه، دي شركه شحن، وماليش دعوه، انا مش تبع ومش عارف ايه. قلت له طب خلاص، حضرتك اتصلي باللي انا متصله بيه وطالبه الاوردر، وقايله لهم ان انا عايزه حاجه تفرم لحمه، يعني مش عايزه حاجه، اهم حاجه فرم اللحمه. اتصلت بالراجل، قول لي لا حضرتك دي هي تفرم لحمه، وقعد طبعا يجادل معايا كتير جدا. قلت له لا حضرتك، مالي ما تفرمش لحمه، وبعدين انا موافقه حتى اقطع اللحمه حتت صغيره وتفرمها، حتى يا عم تفرم لحمه مفرومه، بحيث ان هي تفرم لحمه مفرومه، تفرمها ناعمه، ادق فيها كفته مثلا لحمه مفرومه واكمل عليها، لكن دي ما تفرمش حاجه. قعدت في جدال كتير جدا معاه، وهو مصمم ان انا ايه اخد المحضرة الطعام اللي هي متهياله ان هي بتفرم لحمه، والف واط، ومكتوب عليها ايه، دي براون، وهو قايل لي كده في التليفون براون. لقيت بقى مغيرين فيها حرف، هو ده بقى اللعب اللي انا بحذركم منه بفضل الله عز وجل، ان انت ممكن تاخدي الحاجه مكتوب عليها حاجه، المنتج مكتوب عليه اسم شركه عالميه، وهي لو بصيتي فيها، هو بيقول لي دي براون قدامي الضمان ورقه بيضاء، يعني هو الضمان عباره عن ورقه بيضاء مختومه كده، مختومه باسم الشركه اللي هي جايه بيها، مش بشركه براون، مش مختومه براون. حضرتك تتصلي بالارقام دي تجيلك. طب حضرتك ابص على براون، براون ليها علامه كده معينه، البي بيكتبيها بشكل معين، لا هم كاتبينها بشكل تاني. طبعا المعيش الورقه اوريها لكم، بس هي مكتوبه بشكل تاني. فحذاري، خدي بالك من اي منتج تشتريه، تبصي قوي على نفس الشكل بتاعه، يعني ممكن يكون نفس الحروف بس الشكل مش نفس الشكل، خلاص كده. والار كانت مختلفه، انا بصيت قلت لا انا عارفه ان براون مش دي ختمتها، خلاص. وفي حاجه كمان تاني، هو قال لي 1000 واط، لقيت مكتوب على الكرتونه 850 واط. فانا الحمد لله رب العالمين، ربنا لطف بيا بعد ما جدل مع الراجل واستعنت بالله عليه، وبفضل الله عز وجل رضي ان هو يمشي بسلام، والحمد لله رب العالمين، ما ايه ما حصلش اي خسائر، والحمد لله رب العالمين، ربنا نجاني من النصبه دي اللي كانت هتكلفني 1100 جنيه، وغير ما كنت هحزن عليه، كنت اول مره واخر مره هشتري حاجه. والله المستعان. يلا الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.